الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة النفط أن كمية الصادرات من النفط العراقي الخام لشهر آب الماضي بلغت 100,859,528 برميل نفط بإيرادات بلغت 9,688,903,000 دولار. وأضافت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 95 دولارا و120 سنتا، لافتة إلى أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 32 شركة عالمية من جنسيات عدة من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. قالت اللجنة المالية النيابية في العراق إن إجراء تحديثات على الأرقام الموجودة في موازنة عام 2023 أصبحت ضرورة، وذلك وفقاً للمتغيرات في أسعار النفط العالمية الحالية. وأضافت اللجنة أن السنة المالية القادمة يجب أن تشهد تغييراً في موازنتها وفقاً لأسعار النفط المتوقعة بعد التغيرات الحاصلة في الأسعار على المستوى العالمي. وبينت اللجنة أن هناك دراسات وجهات مختصة يمكن الاستعانة بها لرسم خريطة الموازنة للعام المقبل. قال النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي إن المحافظة تحتاج إلى 120 مليار دينار لتغليف جميع المبازل الموجودة فيها، والبالغة 8 مبازل بمعدل 15 مليار دينار للمبزل الواحد لتحويلها إلى طرق. وأوضح الفتلاوي أن حصة كربلاء المالية المتدنية في الموازنة تقف عائقاً أمام إنجاز المشاريع، حيث تحتل كربلاء المرتبة قبل الأخيرة في التخصيصات المالية، مضيفاً أن عدد سكان المحافظة الفعلي أكثر من 3 ملايين شخص. قالت وكالة رويترز إن مصرف لبنان المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15,000 ليرة مقابل الدولار الواحد، واصفاً ذلك بأنه خطوة نحو توحيد سعر الصرف في البلاد. يأتي ذلك فيما اعتمد لبنان في موازنة عام 2022 سعر 15,000 ليرة للدولار الجمركي، الذي من المنتظر أن يسري على طيف واسع من السلع المستوردة، بما يرجح أن يزيد من موجة الغلاء المستشرية في البلاد المفتقر لرقابة فاعلة قادرة على ضبط الأسواق. ويعد توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان لتأمين حزمة المساعدات التي تحتاجها البلاد، علما أن صندوق النقد قال إن الأسبوع الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات لا يزال بطيئاً للغاية. أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية نمو حجم البضائع المنقولة عبر مضيق البوسفور في إسطنبول 40% خلال الفترة بين عامي 2005 و2021. وقالت إن حجم البضائع المنقولة عبر المضيق سجلت نمواً رغم قلة أعداد السفن العابرة من المضيق، مشيرة إلى عبور 54,794 سفينة من مضيق البوسفور عام 2005 بحمولة إجمالية بلغت 468,105,000 طن. وأفادت بأن حجم البضائع المنقولة خلال العام المذكور بلغت 334,051,000 طن متري. أما في عام 2021 فقد شهد مضيق البوسفور عبور 38,551 سفينة بحمولة إجمالية بلغت 631,921,000 طن متري. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
ختام الموجز بأمان الله.